السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الفيديو الـ14 في سلسلة تأسيس المدرسين واحدة واحدة كده. النهاردة هنبدأ بقى إزاي نوضح للأولاد الـ sign and letters بس واحدة واحدة، مش هنديها لهم كلها مرة واحدة كده علشان ما يحسوش إن هم مشتتين ومش عارفين يفرقوا. هنبدأ النهاردة بحدوتة صغيرة جدا جدا، هنقول لهم إن letter N ده letter قوي جدا. letter N is a strong letter. is a strong letter is a strong letter يعني letter قوي، بوصفه ان هو قوي. اوكي، طيب ليه يا مس؟ علشان دايما لما بيجي مع ال K ولما بيجي مع ال G بيبقى silent، بيبقى مين اللي silent؟ sorry، اي حاجة قبليه زي مثلا ال K وال G. تعال كده نشوف، يعني ال K وال N مين اللي silent؟ letter K. طب ال G وال N مين اللي silent؟ letter G. ليه؟ عشان ال N هنا ايه؟ قوية، letter متحكم. اوكي، طب تعالوا كده نشوف كلمة زي كلمة سكينة بقولها ايه؟ بقولها knife. هل هنا نطقت الكي؟ لا، ولا كأنك شايفها خالص. knife knife knife. كلمة زي كلمة يعرف، no no الكي، ولا كأني شايفها خالص. no no. كلمة زي كلمة متماسك، net 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 net. وكلمة زي كلمة مثلا الركبة، ني ني ني. الكي هنا يا مس سايلنت؟ هقول لك يس، عشان letter K و letter N لما بيدخلوا كده مسابقة مع بعض letter N هو اللي بيكسب لأن هو القوي. اوكي، طيب الجي وال N، الجي وال N، الجي دايما بتبقى سايلنت. زي كلمة ايه؟ زي كلمة تصميم بقولها design design. وكلمة زي كلمة أجنبي، foreign foreign foreign. الجي ولا كأني شايفها silent. اوكي، وكلمة زي كلمة حملة، campaign campaign campaign. معنى كده ان الجي والان، الجي متحكمة ولا الان؟ يقعد يفكر يقول لك الان هي اللي اقوى، يبقى الان هي الايه؟ متحكمة. والجي is silent يعني I can't pronounce it، يعني ما بنطقهوش. طيب letter K and N، مين اللي متحكمة؟ ال N. طيب مين ال silent؟ letter K. اوكي، معنى كده ان احنا هنا هننطق letter N، ولا كأني شايف ال K ولا كأني شايف ال G. وقولي ال examples same اللي هي knee knife net no knowledge اللي هي المعرفة بقى، وكلمة تصميم design، وكلمة أجنبي foreign، وكلمة حملة انتخابية campaign. عايزة تجيبي examples تانية؟ اوكي as you like. وبس كده، واحنا كده هنمشي واحدة واحدة كده. وما تنسيش لايك شير سبسكرايب، واستنيني في الفيديوز اللي جاية همشي معاكي خطوة خطوة لحد ما تدخلي في الجرامر وتدخلي في الكلمات الكبيرة وتدخلي وتخلي الطفل أصلا يعرف يتكلم ويعبر عن نفسه. اوكي، that's it. باي باي.